ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا صاحبكم دبدوب، ومع وانا واخويا بطوط جايين النهارده علشان نحكي لكم عن لغتنا القبطيه. لغتنا القبطيه دي يا صحابي هي لغه كنيستنا اللي احنا دايما عايشين بيها جوه الكنيسه. تعالوا مع بعض ناخدها حرف حرف. اول حرف حرف الالف. يلا يا بطوط قول معايا. اول حرف حرف الالف. حرف الالف، وبعديها حرف الفي، بعديها حرف الفي، بعديها حرف الفي، وبعديها غمه. يبقى الفا فيتا وغمه. تعالوا يا اصحابي بقى نقول النطق بتاعها. الفا ينطق ا، الفا ينطق ا، الفا ينطق ا، والفيتا ينطق ب او ب، الفيتا ينطق ب او ب، الفيتا ينطق ب او ب. وتالت حرف الغمه ينطق ج او نون او غ. حرف الغمه ينطق ج او نون او غ. وبعديها حرف الدلتا ينطق د او ز. حرف الدلتا ينطق د او ز، دلتا ينطق د او ز. وبعديها حرف الاي ينطق ي، ينطق ي. حرف الاي ينطق ا. وبعديها حرف الصوت يستخدم كرقم 6. انت معانا يا بطوط ولا نمت؟ لا انا معاك، حتى اقول لك بقيه كل الحروف: الفا وبيتا وغمه ودلتا واي وصوت. شاطر يا بطوط. تعالى يلا نكمل بقيه الحروف لاصحابنا. بعديه حرف الزيتا. حرف الزيتا ينطق زيت. حرف الزيتا وينطق زيت. وايتا، ايتا ينطق ياه طويله، ايتا ينطق ياه طويله. وبعديه السيتا ينطق ته او سه، سيتا ينطق ته او سه، سيتا ينطق ته او سه. وبعديه حرف اليوتا ينطق ياه قصير. حرف اليوتا ينطق ياه قصير. بعديه حرف القبه ينطق قاف. حرف القبه ينطق قاف. حرف القبه ينطق كاف. بعديه حرف اللفظ ينطق لا. حرف اللفظ ينطق لا. حرف اللفظ ينطق لا. بعديه حرف المي، المي ينطق مي. حرف المي ينطق مي. حرف المي ينطق مي. بعديه حرف المي ينطق نو. حرف المي ينطق نو. حرف المي ينطق نو. بعديه حرف اكس ينطق كاف زائد سي. حرف الاكس ينطق كاف زائد سي. حرف الاكس ينطق كاف زائد سي. بعديه حرف الاو ينطق او قصير. حرف الاو ينطق او قصير. حرف الاو ينطق او قصير. بعديه حرف البي ينطق ب. حرف البي ينطق ب. بعديه حرف الرو ينطق ر. حرف الرو ينطق ر. بعديه حرف السيما ينطق سي. حرف السيما ينطق سي. حرف السيما ينطق سي. معايا يا دكتور؟ انا اللي مركز اهو وانت اللي توب. لا لا انا مركز. يلا بينا نكمل. بعديه الابسلون ينطق ف، ينطق ف، ينطق ف او د، ينطق ف او ياء او د، ينطق ف او ياء او د. وبعديه حرف الفي ينطق ف. حرف الفي ينطق ف. حرف الفي ينطق ف. وبعديه حرف الكي ينطق كاف او شين او خاء. حرف الكي ينطق كاف او شين او خاء. وبعديه حرف الابس ينطق سي. حرف الابس ينطق بس ب زائد سي. حرف الابس ينطق ب زائد سي. بعديه حرف الاوميجا ينطق او طويل. حرف الاوميجا ينطق او طويل. حرف الشاي ينطق شي. حرف الشاي ينطق شي. حرف الفاي، حرف الفاي اللي عليه الدور ينطق ف. حرف الفاي ينطق ف. حرف الفاي ينطق ف. بعديه حرف الخ ينطق خ. حرف الخ ينطق خ. بعديه حرف الهوري، حرف الهوري ينطق ه. حرف الهوري ينطق ه. حرف الهوري ينطق ه. بعديه حرف الجنجر ينطق ج او ج، ينطق ج او ج، ينطق ج او ج. بعديه التشيما بينطق تش، يعني ت زائد شي. حرف التشيما ينطق تش، يعني ت زائد شي. واخر حرف حرف التي ينطق ت ي، ينطق تي وينطق تي، ت زائد ي. دلوقتي يا صحابي احنا هنمشي، بس هنطلع لكم دلوقتي لوحه مكتوب عليها كل الحروف القبطيه اللي احنا قلناها. باي باي.